نقلوا جيدا في هذا الموسم اصطدم بصلابة مولودية بجاية داخل الضيع، والتي لعبت من دون عقدة وبادرت للهجوم منذ بداية الدقائق الأولى. المحاولة تلو الأخرى وجدت حارسا كبيرا كان في يومه اسمه سي محمد سيدريك. وفي الدقيقة 32 تم فك الشفرة من قبل بولعنصر على الجهة اليمنى، وبفتحة دقيقة تجد رأسية يطو ليسجل الهدف الأول في المباراة وسط فرحة أنصار المولودي. بعدها وبدقائق فقط يطو يعيد الكرة ويسجل هدفا ثانيا بنفس الطريقة تقريبا وبرأسية مثل ما فعلها في الهدف الأول. في الشوط الثاني بولمدايس حاول أن يقلص النتيجة لكنه لم يستطع، إلى غاية ارتكاب مخالفة على سايح والحكم بشاري يصفر ضربة جزاء. جزاء تولى تنفيذها بولمدايس على مرتين، في المرة الأولى الحكم بشاري صفر وطلب إعادة الضربة، والمرة الثانية أخطأ فيها بولمدايس الشبك لتنتهي المباراة بنتيجة هدفين دون رد لصالح مولودية بيجاي. جانا ماتش صعيب مولودية ديزيكيب، حنا كنا سوبريسيون وين الحمد لله لحقنا لوبجيكتيف تاعنا وين دينا لي 3 بوان سي نوتر اوبجيكتيف. نقول لهم ان شاء الله نكملوا ان شاء الله سي ديكليك، ان شاء الله نديماريو من جديد ونحيي الشعب تاعنا اللي عاوننا بزاف بزاف. وبالفعل الجمهور كان له دور في هذه